إسرائيل الصغيرة لا تخاف من الانقلاب، بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا واليابان وألمانيا لا تخاف من الانقلاب، صغيرها وكبيرها. أما تأتي إلى مصر تخاف من الانقلاب، وتأتي إلى الكويت تخاف من الانقلاب. لماذا هذا الشيء؟ هل في إسرائيل معجزة؟ الجواب كلمة: حكومة في إسرائيل بنيت على مؤسسات، المؤسسات ليس فيها انقلاب، والحكومة في بريطانيا وفرنسا أسست على المؤسسات، المؤسسات ليست فيها انقلابات. أما مصر لم تبنى على المؤسسات، وإنما مصر بنيت على تركيبة خاصة من الحكم، 10 يديرون 40 مليون، فمن الممكن إزاحة هذه 10 ومجيء 10 آخرون مكانهم. أما في إسرائيل ما أن الذين جاءوا للحكم كانوا 10 وجاءوا للحكم، كان حزب وحزب وجمعية وجمعية ومنظمة ومنظمة، كل المجتمع صعدت وصعدت وصعدت وانتخبت أفراد على القاعدة. من ينقلب؟ وهل يمكن الانقلاب؟ الانقلاب في فرنسا أو بريطانيا مثل الانقلاب في مسجدنا، ومسجدي من باب المثال. هل يعقل انقلاب في مسجدنا؟ إني جئت إلى صلاة الجماعة بصداقات ومؤسسات وأعضاد وأعوان ومعتقدون، لهذا لا يمكن الانقلاب في مسجد، أي مسجد كان. لكن الذي أتى إلى المسجد اعتباطا هذا يمكن الانقلاب ضده. الغرب مؤسسات، حتى إذا مؤسسات ذات مليون ما يصير فيها انقلاب، إذا مؤسسات. أما إذا اعتباطيات ودكتاتوريات وعشرة وعشرين هم رأس الحكم، يأتون اعتباطا ويذهبون اعتباطا.